تروح قطع الغيار يقول لك الشمع ب 1800 ب 1600 تعال خذها ب 20 ريال من هنا. بس يبغى لك صبر تيجي تلف في المكبس وتدور في السيارات هذه. شوف هذا جيمس دوبه منزلينه مسقط، شوف والله نظيف مسقط، بعضه تلقى عليه مخالفات، تلقاه ما قدر يجدده، تلقى مثلا ماكينه مخبطه. وقسما بالله جيمس ذا كامل مكمل ما شاء الله تبارك الله، حتى داخليته نظيفه. شوف اخرتها هنا في المكبس. تبغى لك اسطبات، تبغى لك قزاز، تبغى لك بيبان، اي شيء. شوف هذه اودي، هذاك اللونكون، هذه الشبح، الفردات، اللونكونات، المرسيدسات ال 300 وال 560. تعال المكبس وشيل، لا تشتري قطع جديده. هاي المكبس مليان جنوط، بيبان، اسطبات. والله انا مشتري امس قطع معي انفينيتي، القطع القاها تقريبا ب 1600، والله ثم والله ثم والله اخذتها ب 110 ريال قضيت. فعلشان كذا يا جماعه تعالوا المكبس، لا تتكاسل، تعال واجتهد شوي مع نفسك تلاقي السياره اللي تبغاها. بالذات السيارات الكلاسيك القديمه فيها الكرسيدات ال 80 ال 79، السيارات القديمه موجوده، الجموس. الله يرزقكم جميعا. في جده تشريح الحمدانيه، لما توصلون تشريح الحمدانيه يقولوا نبغى المكبس حق الحمدانيه، يورونكم اياه. هذه نهايه السيارات الجديده والقديمه كذا، يقطعها زي ما هي.